مساء الخير على حضراتكم، ومواصلين معاكم سلسلة حلقات فيروس سي اللي تهمنا جميعا، وعلشان مصر تصبح وطن خالي من الفيروس بإذن الله. النهاردة هنتناول المرض من زاوية جديدة، وهي زاوية الجراح. ايه هو دوره المهم في علاج المريض، وبالذات في مرحلة المضاعفات اللي زي مضاعفات تليف الكبد من تضخم طحال، دوالي في المريء، او لو المرض تسبب في حدوث اورام في الكبد لا قدر الله. كان لازم نشرح لحضراتكم كل حاجة عن المرض ده، ومش معنى اننا نسمع عن المضاعفات دي ونشرحها ونشرح علاجها انها بتيجي لكل المرضى، ابدا. دي ليها نسب بسيطة بس لازم نعرفها ونسارع بالعلاج والوقاية من حدوثها بإذن الله. ومن حظنا في مصر ان عندنا جامعات ومراكز بحثية وكلها بتشتغل عشان تحسن فرص الشفاء، وبتقوم بتشخيص وعلاج الآلاف يوميا. ومن حظ برنامجنا ان ضيفنا النهاردة مدير لواحد من معاهد ومراكز البحث العلمي والعلاج للكبد في مصر، والذي يستقبل مئات الآلاف سنويا سواء للتشخيص والعلاج او اجراء العمليات الكبرى لغاية زراعة الكبد، ويعمل فيه صفوة من الأطباء والممرضات والفنيين والإداريين اللي بيقدموا علمهم وخبرتهم ووقتهم وجهدهم لخدمتنا ومساعدتنا على الشفاء والعودة لأسرنا وأعمالنا وخدمة وطننا. بعد الفاصل هيكون في ضيافتنا الأستاذ الدكتور محمد فتحي، أستاذ الجراحة في طب عين شمس ومدير المعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد، اللي هيشرح لينا الجوانب الجراحية للمشكلة، وهيطوف بينا في المعهد ونعرف كل شيء عن خدماته للمواطنين. انتظرونا بعد الفاصل. أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها في كل الظروف والأحوال، باذلاً وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عورتهم وأكتم سرهم، وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله باذلاً رعاية الطبية للقريب والبعيد، المصلح والمخطئ والصديق والعدو، وأن أثابر على طلب العلم وأسخره لنفع الإنسان، وأن أوقر من علمني وأعلم من يصغرني، وأكون أخاً لكل زميل في المهنة الطبية، وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي نقياً مما يشينني أمام الله وأمام الناس، والله على ما أقول شهيد.